البعض هذان الله وإياه حتى يؤكد الكلام يطلق الزوجة. هنا إنسان خلق له من وانا هداية كمجي حتى إنسانك جوا إنابك دفجة طلاق مبا يعني جنام إجم طلاق مبا. أو يقول زوجتي طالق إذا أنا كاذب. هركي أزبراد كم برا جنام من بوشفة يعني برا جنام إجم طلاق مبا. أو أفقد أولادي لو كذبت. هركي أزبراد كم برا زار مجم بمرن. لماذا تصنع هذا؟ شو ما تتشتكي كيسة دفجي؟ لأنه بهذا قد تكون الزوجة طالق. هركي تتشتكي كيسة في جنات أذكره بيبه طلاقته. لماذا يدعو على نفسه وعلى أولاده؟ سوى شت خورة زار خورة جنة خورة نفردكي. يا أخي كن صادقا. هاي براي مني مسلمان صادق براست به. لا تستعمل هذه الألفاظ. أبنت شتا ما خبر ماذا أبنت شتا ناخن سر زمان خدا.